أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشأن تركوا الغبوك وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان قد أحصروا في شحها كالعان قد كان مرتعهم أغاني دائما طورا بغيد تارة بدنان ما كان فكر غير فكر شرب راح أو خيال جفاني كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة السماء والطغيان يا للفتى ما حسنه وجماله رياه يسبي القلب كالريحان.